رحلتنا شيقة جدا يا جماعة، رحلتنا لمكان عمره أكثر من 1500 عام، مسافة 90 كيلومتر من شمال شرقي مدينة تشونغدو، بقع في جبل اسمه سونغشان بمحافظة دونفن. ناس من كافة بقاع العالم بتجي تزور المعبد ده. المعبد اتبنى في عام 495 ميلادية بأمر من الإمبراطور شاوون اللي هو حب يقدمه لراهب بوذي اسمه باتهو، يعتبر أول من نشر البوذية في الصين. المعبد اتخذ اسمه من موقعه بما أنه موقع جغرافي بيقع في قلب غابة في جبل سونغشان. طبعا بتكون عرفتوا انا بتكلم عن معبد شاولين، هو معبد مشهور جدا لكل الناس في كافة انحاء العالم، مشهور بالوشو او الرياضات القتالية. جانب الرياضات القتالية ظهرت طائفة في البوذية اسمها طائفة شاولين، عشان كده مثل أهمية كبيرة في التاريخ الوشو والبوذية في الصين.
جماعة كده نحنا في الطريق لمعبد شاولين. هي المعابد دي احتفظت بجزء من الأصالة بتاعتها بالرغم من إنه المعبد حصل له تدمير شبه كلي في الحرب الأهلية اللي هي قامت عام 1428، لكن بعد تأسيس الصين الجديدة المعبد حظي بترميم وتجديد في عام 1979 خاصة. بالرغم من أنه المعبد تعرض للتلف الخطير إلا أنه في أعمال أثرية لا زالت محفوظة، كثيرة منها أكثر من 400 قطعة من النقوش الحجرية لمختلف الأسر التي حكمت الصين، وأكثر من 200 برج للقبور من الحجر والطوب. ما في جداريات ملونة تعبر عن حركات الملاكمة بتاعة شاولين، وقصص إنقاذ 13 راهب من معبد شاولين للأمير تشينغ، كمان رسم للرهبان وهم بيتدربوا على حركات في أقدامهم. الأعمال دي ليها قيمة هامة في البحوث التاريخية والفنية والعلمية. Yeah.